سي موسى اهلا بك. كنشوفوا اليوم الاشكال اللي واقع هنا. الاشكال اللي لاقين هو انه من ثلاثة ديال العشيه وحنا كنتسناو انه الماء يطلق، قاطعين على مستوى زوقة الصنوبر المتوجه برحان سكيني، على مستوى مصطفى المعاني، وعلى مستوى لا ياخذ والان جومي. شنو هذا الشيء هذا؟ كنقلبوا كاينه فوايد صغيره. دابا ملي كتجي كتهضر معاهم يلاه كيحفروا واحد شويه واحد المتر وكيحفروا فيه، ومخلينو كنهضروا على شركه متعدده الخدمات في الدار البيضاء والسطات، ومخلين الناس يعني انك تجي من الخدمه ديالك باش تطلع الدوش، ما كاينش الماء ما مطلوقش وما عالمين تحت عندهم فويت. هاد الفويت ليكيب اللي جايه دابا هي ايكيب ديال الشركه، يعني كنهضروا على شركه متعدده والسطات وما عرفت شنو عاوتاني، وكنلقاو هاد الاشكال هذا، يعني انه فوجئنا انه الساكنه كيجيو عندنا كاو التيم ديالهم شنو هذا المشكل بلاتي. الو ملي جينا كنشوفوا نعاينوا شنو المشكل. مشكل رغم ان القناه هي فيها الكاليبر ديالها كبير، ولكن التدخل يلا وصل لواحد المتر ديال حيدوا واحد صغيره بواحد المتر، يعني ما كايناش خدمه اللي هي كبيره، وهذا خطير. يعني انا كنتمناو التدخل ديال السيد الوالي باش انه يطلق، باش انه يجي يدخل، وحنا متواجدين هنا، يعني كنتواجدوا على مستوى مصطفى المعاني وشارع لا ياقوت. فهاد لو بوان هادي اللي كيصلحوا فيها، يعني انه التدخل هو قليل، الناس ما عندهمش تريكي، وكان سبق انه ضرب لهم واحد القناه واحده اخرى على مستوى لا ياقوت في البدايه ديالو غير في السبت اللي فات. اليوم هي هادي وكيحسوا بها، على ما كنقطعوش طروش باطروش باش نقطعوا كلشي في القاعده. شكرا.